حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا النصيحة 28 في سلسلة أهم 30 نصيحة للبدء بحفظ القرآن العظيم. أحبتي في الله، المصحف خير صديق. يجب أن تتخذ القرآن صديقا لك. إذا أردت أن تحفظ القرآن ينبغي أن تفكر، أنا لدي علاقات هنا وهنا وهنا، لدي أصدقاء، لدي أهل، لدي أرحام، لدي كذا أصدقاء في العمل أو الدراسة أو في السكن أو في الشارع أو كذا، ولكن هناك صديق مهم سيدخل معك قبرك، حيث يتخلى عنك كل الناس، كل الناس، وهو سيكون حجة لك ويدافع عنك ويضيء لك هذا القبر، إنه القرآن. أيها الأحبة، يجب أن يكون لديك مصحف، مصحف خاص بك. عندما تراه تأنس تطمئن برؤيته، اختر مصحفا يعني يكون معك معظم الوقت واعتمد عليه في الحفظ. طبعا هناك المصحف المدينة الذي هو مقسم بطريقة رائعة، بحيث تنتهي جميع صفحاته بآية، يعني لا يوجد آية مقسومة قسمين بين صفحة وأخرى، كل صفحة فيها عدد محدد من الآيات، وهذا من إعجاز القرآن أيها الأحبة، حيث إن القرآن فيه آيات طويلة جدا جدا جدا، مثل آية الدين وهي صفحة كاملة، وآيات قصيرة جدا جدا يعني تتألف من كلمة، مثل مثلا حاميم آية أو ألف لام ميم آية، يعني آية من حرفين حاميم مثلا. هذا المصحف يكون معك ملازما لك. حاول أن تنشئ علاقة خاصة بينك وبين هذا المصحف، تحبه وتستمتع بحفظه، سيكون لك حافزا على الحفظ. وابدأ بالبحث عن صديق مثلا تحفظ معه القرآن. هناك على الإنترنت الكثير من المواقع، يعني أناس جزاهم الله خيرا، يعني عندما تبحث تجد مواقع كثيرة تحفظ القرآن ومجانا، مجانية، يعني يمكن أن تشترك في أي موقع وتحفظ القرآن. ليكن حديثك عن القرآن، يعني مثلا جلست في مجلس، أنا سأعلمك تقنية جميلة جدا الآن. أنت جلست في مجلس ورأيتهم يتحدثون عن غلاء الأسعار مثلا، حاول أن تقلب الحديث ويعني تقول لهم: والله أنا سمعت معجزة عظيمة في القرآن، أن القرآن أنبأ بها، مثلا في سورة الكهف عدد الكلمات من لبثوا إلى لبثوا 309 كلمات، معجزة عظيمة، دعونا نتحدث عنها، ما مدى صدقها، ما مدى صحتها، سمعت كذا كذا، اقلب الحديث. هذه تقنية يجب أن يتمتع بها المؤمن، كيف يحول الحديث من حديث دنيوي تافه لا قيمة له ولا يسمن ولا يغني من جوع، إلى حديث يتعلق بذكر الله. طبعا يجب أن تضع في رأسك أنك عندما تذكر الله في هذه اللحظة الله يذكرك. عندما تحاول أن تغير حديث الناس الذين تجلس معهم إلى حديث يتعلق بالقرآن، ما الذي يحدث؟ ستجد أن هناك ملائكة طوافة تتتبع مجالس الذكر. عندما تتحدث في أمور دنيوية يهربون، تأتي الشياطين، لأن الشيطان يريد أن يشغلك عن ذكر الله، يريد أن يخوفك من المشاكل الاقتصادية والأمراض والكذا والكذا والأوبئة، وسوف يحدث كذا. الشيطان يخوف أولياءه. أيها الأحبة، المؤمن لا يخاف، لا يخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. إنما ذلكم الشيطان
يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. لذلك أيها الأحبة، عندما تجعل خوفك من الله يكفيك الله سائر الأحزان والمخاوف والهموم. وعندما تبدأ بالحديث عن موضوع قرآني، إعجاز قرآني، تفسير آية من القرآن، تفسير كلمة من القرآن، الفرق بين كلمة وكلمة، لماذا هنا جاءت الكلمة بهذا المعنى وهنا جاءت كلمة أخرى، مثل هذا الحديث المشوق، بمجرد أن تبدأ به هناك ملائكة تنتظر وتترقب وتتتبع مجالس الذكر، تأتي هذه الملائكة وتستمع، فيصبح هذا المجلس مليء بنور الملائكة، مليء بالإيمان، والله يذكرك في هذه اللحظة، وحتى هذه الملائكة تذهب إلى الله، كما في أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، ويعني تخبره أن هؤلاء العباد جلسوا يذكرون الله، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتصور أنك أنت تكون سببا في هذا المجلس وهذا الذكر. لذلك أيها الأحبة، ملخص نصيحة اليوم، أن تجعل كلامك كله في القرآن. أي مناسبة استغل واقرأ القرآن، أي مناسبة اذكر قصة قرآنية، حديث قرآني، تفسير قرآني، إعجاز قرآني، أي شيء له علاقة بالقرآن، لتكن حياتك كلها القرآن، وسوف ترى النور والضياء في الدنيا وفي القبر ويوم لقاء الله عز وجل، الذي قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.